اللهم سدد خطانا ووفقنا إلى ما نحن مقبلون عليه. آمين. الظاهر البشاري الحلوة جاتنا جبيه. كلامك حلو يا شيخ حسن. مالك الزاهر؟ لا لا قصدي أول مرة أسيب فيها أمي بس أنا جي باشا. ما واحد بعت على أبوه والتاني بعت على أمه. تلم نفسك يا إبراهيم، مش ناقصك من أولها. بس بقى. ما تتلم يلا. اتلميت يا باشا. الملف السعد. بقول لك البشاري الحلوة جت. والله زي ما بقول لك كده يا ناجي بيه. جت إزاي يا شيخ حسن؟ شفت منام ليلة امبارح. شفت يا شيخ حسن؟ شفت خير، اللهم اجعله خير. قال ايه؟ احنا كلنا زي ما احنا كده، لابسين ابيض في ابيض وماشيين في حديقه غناء وارفه الاشجار، نجري ونلعب ونلهو، ومن فوقنا الطيور والفراشات تتطير وترفرف وتهفف. الله الله يا شيخ حسن الله. وده معناه ايه يا شيخ حسن؟ ان موعدنا الجنه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. امواتا؟ شيخ حسن، هو انت بالنسبه للمنام عندك يعني بيبقى كله في الاخره؟ ما فيش حاجه في الدنيا؟ ايه اللي اخره؟ احنا مش معادنا 8؟ الغيب حجته معاه. اهو جه اهو يا باشا. امسك يا مؤاخذه يا باشا، انا عارف انك زعلان مني، بس صدقني انا قاعد مستني حضرتك من الفجريه، واول ما الميعاد هبق امي اتشكلت في الحته، سلبت امي من الخناقه وجيت لحضرتك جري. انا مواعيدي ما فيهاش هزار يا عبد الجليل. عارف يا باشا، بس اعمل ايه بقى في الوليه ام ثابت دلقت على امي جارده الميه وسخه، امي بقى ما سكتتش، قامت طالعه جايباها من شعرها بقميص النوم ومسحت بيها المنطقه، والراجل بقى الراجل هو جوز الوليه ام ثابت ده نزل قال ايه عرض لنا في صوته ويفتح لنا صدره. ما انت عارفه يا باشا. عارف مين؟ جوز الوليه ام ثابت. جوز الوليه ام ثابت مين؟ مسعد. مسعد مين؟ مسعد يا باشا، مسعد. فاكر حضرتك لما مؤاخذه لما جيت لنا البيت كان في راجل في الشباك اللي قابلنا عمال يكارك؟ يكارك؟ اه يكارك. والوليه ام ثابت رمت علامك ميه وسخه ليه؟ اصلها مره كياده، مره كياده يا باشا، بتكيد امي عشان احنا بيتنا وقع وهي بتبات في الشارع وهي بيتها لسه سليم، بس يمين بالله انا بدرع واحد في حته البيت اجيبه ارض ارض، ولعلمك يا باشا انا امي عملت معاها الصح هي وجوزها مسعد. انت هتقلب دماغي؟ انا مال انا ومال امك وام ثابت ومسعد؟ المهم وصلت الحاجه اللي انا بعتها معاك؟ وصلت يا كبير، وصلت. اطلع ابراهيم. انا اروح فين ان شاء الله؟ بورسعيد. ايه ده يا باشا؟ هو انت مش كنت قلت لي ان احنا هنهبق على بنك في اسرائيل؟ اه. اسرائيل احتلت بورسعيد؟ يا جدعان حد يكلمه. حد يكلمه. خلاص. بدل ما اغلط فيه. انا اسف يا باشا، انا اسف كبير. اطلع ابراهيم. بقول لك يا زميكي، هو الكبير زعل ولا ايه؟ يا دفعه يا دفعه يا دفعه.